كل القائمين على الموضوع بتاع التكريم ده في النادي الاهلي طبعا الكابتن ميدو واللعيبه طبعا كلهم زمايلي ومتربيين معايا من زمان، وبشكر طبعا قناه النادي الاهلي ان هي اهتمت بحاجه زي كده، وشرف طبعا ليا ان انا اتكرم في بيتي القديم. انا بلعب في النادي الاهلي من سنه 95 ولغايه رجعت الاهلي تاني 2007. يعني في كلام مش عارف اقول، يعني هو الكلام على ازاي اشكر النادي الاهلي ان هو خلاني دلوقتي واقف معاك وفي قناه النادي الاهلي، طبعا ده فضل كبير جدا من ربنا عليا. بشكر طبعا كمان القائمين في على الموضوع ده في واصحاب الفكره الرئيسيه اللي هو كابتن اسلام عثمان اللي هو المدير الفني لفرقه نادي القناه، هو برضو صاحب الفكره دي، ومشكورا طبعا كابتن ميدو مصلحي اللي هو وافق على الفكره دي، وشكرا للعيبه طبعا. وانا النادي الاهلي ده كان كبير، اتعلمت منه حاجات كتيره، واللي وقفني هنا ان انا تربيه النادي الاهلي في الاول وفي الاخر يعني.